السلام عليكم ورحمة الله وعلى وسهلا بكم أحبتي، هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. ريدر 6 واحدة من أجمل الألعاب اللي لعبتها واللي راح تلعبها بحياتك، بس للأسف اللعبة محجوبة عنا. هخليكم رابط اللعبة بالوصف وإن شاء الله تلعبونها وياي وتستمتعون فيها مثل ما أنا مستمتع فيها. أوديسي قال هاي تلعب ميل أو فيميل، هاي شي راجع لك شايفينه، يا ما تختار الميل يا تختار الفيميل، خلوها على الفيميل. قال هاي خلنا نمسحها، خلنا سجل اسم أمل وحط له 3 7. اقول لك كرييت ريست ان بيس. ريلاكس ايل تيك كير اوف يو. طبعا عندي 3 شخصيات شايفينهم، تختار واحدة من الشخصيات. ريست ان بيس. اوكي طالعين اول شخصيه، فري جيفت، جائزة مجانية. كونفيرم وأقول ستارت ماتش، هنشوف اللعبة يمكن تطلع باتل رويال. الحقيقة ما مكتوب، بس ريدر 6 مكتوب فايلها الاسم بس، ما أدري باتل رويال لو لا. بعدها ما بدت المباراة، أهلا بك في المعركة. The start base of group base is very dangerous while boarding from a plane. المعركة على وشك البداية طبعا، هاي باتل رويال شباب. Ready to sky dive. اوكي نزلنا والله كريم. باراشوت انفتح تلقائي، تعال حلوة هاي كلمة rest in peace، يعني نام في سلام. أخذنا رشاش زين، عندي رشاشين صاروا ولعب فيهم. Rest in peace. انا بدل السلاح، هليكوبتر، تعال تعال وين رحت، هاي الحبل اصعد يلا. صعدنا فيكتوري انتصار. evacuate اللي هي شباب الاخلاء، اخلاء الجنود من المعركة. evacuate continue اسمي اول واحد continue برونز، انطاني اشارة البرونز
كونتينيو. طيب هذا شنو؟ درو كونفيرم. هكذا جواب الشباب. قد ما تلعب هاي عجلة مثل عجلة، راح تفتر راح توقف على سلاح والسلاح يصير من نصيبي. اوكي جيد. اقصد بعد الدور مرة ثانية. ايش طلعت هاي؟ تفايت. خل نروح القتال. بندقية. شنو ريبليس؟ لا يا معود لا، بندقية انا. لا تعطيني هذا يا معود. شنو اعطاني؟ والله ما ادري شنو اعطاني هذه البطالة، ما ادري شنو هي. خلينا نشوفها تبين بالمعركة الان. ماتش. طبعا الخرائط اكو كذا خريطة، هو يختار، اعتقد يختار اوتوماتيك، ما تدخل بيها انت. اختيار الخريطة اوتوماتيك يعني يتم. يلا خذينا الباتل فيلد. جاي جمع اللاعبين الان. كم لاعب صاروا؟ 20. كاونت داون. اوف هذا عنده حصان. ليش ما اعطيتوني انا حصان؟ يخرب بيوتكم. روح. معركة تبدي خلال 12 ثانية. هذا اللي عنده سكيتي واللي عنده حصان. شن طيتني انا هذا البطالة؟ الله ينعلك وينعل. about to start. يلا ننزل منطقة مهولة وخلنا نشوف. الآن 20 واحد يصفون. قلت لكم أنا هاي باتل رويال، بس الفرق إن سلاحك منك وفيك، عندك سلاح أوريدي أنت. اكو واحد وراي يمكن رايح لنا. لو هذا علامة المثلث، شايفين الخارطة؟ خل نشوف الخارطة. هذول الأعداء كل الحمر ذولا، وهاي منطقة الزون الدائرة. خلونا ننتظرهم. اطلع. خمس رمانات عندي الان، بغوا 19. واتش اوت انيميز اهيد. كذا انا رست ام بي سي. هاي كلمة الحلوة. يو جوت ا نيو بيرك. طيب
Airdrop's coming. مزيد بعد هذه السيارة خلنا نركب السيارة والله يا عيني تقول ايه راجل زون 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 شباب زون 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 أشد من الزون لازم توخر عن منطقة الزون بعد جيبوا جنود بعد جنود متسابقين بعد ذبوا علينا بقوا 17 واحد من ضمنهم واحد أنا قتلته من دام الزون هنا نروح الصفحة الثانية هالاتجاه راح اطلع من الزون نرجع احسن العدد فوق على اليسار بقوا 14 واحد الان صار ليل جو ليل صار جو ليل الزون بدأت تضيق شايفينها أخانا برا الزون الآن ليش داخل الزون والله عاصفة رعدية لا 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 زون 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 أوخر عن الزون وخرت عن الزون الحمد لله الزون صار وراي الآن أوخر بعد عنه شوف والله الان بالنص هنا خلي موت خلي روح هذا شارد من الزون وجاني
أنا في التعليم بالزون بعدني دخل التعليم بقوا 10 شوفين بقوا 10 طبعا باقين 6 شايفينهم. الزوم بدأ يطبق كلش الآن راح يبينون راح تصير المعركة حامية الآن. خلاق الدم بغوا 4 وينهم؟ اشتي اشوف واحد الا برا الزون ذولا. اكو سمتية هناك هليكوبتر طيارة هليكوبتر راح لاحق عليها. مية 140 متر بس خاف اطلع من الزون. أصعد بالطيارة وأطلع الأول إن شاء الله. تعال وين رحت؟ هذا الدرج قدامك يلا أصعد أصعد يا بطل. باكي ويت إخلاء فيكتوري انتصرنا شباب باقينا 3 وانا انتصرت عليهم لان سويت الباكيويت. كانت هاي لعبتنا وياكم اللي هو ريدر 6. اتمنى تكون لعبة عازت على اعجابكم واوعدكم ان شاء الله بمزيد من الالعاب. خلكم وياي واشوفكم بخير وصحة وعافية. هذا اخوكم ماجد في امان الله.